معنى آيات قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. يعظم فضل سورة الكهف، وذلك بسبب معالجتها لقضية توحيد الله ودعوة البشر إلى الدعوة إلى الإيمان بالآخرة، وبيان أحداثها ومواقف القيامة، مع التأكيد على وجوب الإيمان بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبيان صدقها. ويهتم الكثير من المسلمين بمعرفة معاني آيات سورة الكهف، وبخاصة معنى آية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مع الإحاطة بما ترشد إليه أواخر السورة من فوائد جليلة. إن معنى آية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، قل لهم، مخبرا عن عظمة الباري وسعة صفاته، وأنها لا يحيط العباد بشيء منها لو كان البحر، أي هذه الأبحر الموجودة في العالم. مدادا لكلمات ربي، أي وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان والبراري والبحار، لنفذ البحر وتكسرت الأقلام قبل أن تنفذ كلمات ربي، وهذا شيء عظيم لا يحيط به أحد. وقوله سبحانه وتعالى ولو جئنا بمثله مددا، زيادة في المبالغة وفي التأكيد لما قبله من شمول علم الله تعالى لكل شيء وعدم تناهيه، أي وبعد نفاد ماء البحر السابق لو جئنا بماء بحر آخر مثله في السعة والغزارة وكتبنا به كلمات الله تعالى لنفذ أيضا ماء البحر الثاني دون أن تنفذ كلمات ربي. تصور الآية الكريمة شمول علم الله تعالى لكل شيء وعدم تناهي كلماته تصويرا بديعا يقرب إلى العقل البشري بصورة محسوسة كمال علم الله تعالى وعدم تناهيه. وقد قال الآلوسي وقوله ولو جئنا بمثله مددا، هذا كلام من جهته تعالى شأنه غير داخل في الكلام الملقن، جيء به لتحقيق مضمونه وتصديق مدلوله على أتم وجه. والواو لعطف الجملة على نظيرته المستأنفة المقابلة لها المحذوفة لدلالة ما ذكر عليها دلالة واضحة، أي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلماته تعالى لو لم نجيء بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا لنفذ أيضا. وقال بعض العلماء، وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، بأن هذه الأشياء مخلوقة وجميع المخلوقات منقضية منتهية، وأما كلام الله تعالى فهو من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى. فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله تعالى فوق ذلك، وهكذا سائر صفات الله سبحانه كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته. وشبيه هذه الآية قوله تعالى في الآية 27 من سورة لقمان بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.